اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الصحه والجمال وحلقه جديده ومختلفه من برنامجكم لمسه ولعبه. يسعدني طبعا يكون معايا زميلي الكابتن نادر رشوان. اهلا وسهلا بك كابتن نادر. كابتن عبد الرحيم، اهلا وسهلا بك. ومعنا ضيوفنا الكابتن حسام عبد المنعم نجم نادي الزمالك. اهلا وسهلا بك كابتن حسام. الصحه وانا مبسوط ان انا موجود معاكم على الصحه والجمال دايما وحضرتك كابتن حبيبي يا كابتن حسام. ومعايا الكابتن عمرو الدالي نجم نادي حرس الحدود. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ نورت برنامجك النهارده. ازيك يا استاذ حضرتك؟ الله يخليك كابتن حسام. باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم اليوم في حلقه مختلفه تماما لوجود لاعبين كبار زي كابتن حسام عبد المنعم نجم نادي الزمالك ومدير فني شمس اسوان، وايضا برضو برحب بالكابتن عمرو الدالي نجم حرس الحدود ومدير فني 2002 طلائع الجيش. 2000 طلائع الجيش. اهلا وسهلا بك كابتن حسام. في البدايه، في طرق حديثه موجوده كثيره في الفتره الحاليه بمختلفه في قطاعات الناشئين على مستوى مجال الكوره. انت شايف حضرتك المدرب لابد ان يكون عنده القدره في عمليه التدريب لتوصيل المعلومه للناشئ؟ هل هو يبقى مهيئ ان يقدر يوصل المعلومه، ولا المدرب في حد ذاته لو ما عندوش القدره التدريبيه ان يقدر يوصل مع الموضوع ده؟ بص يا كابتن نادر، هو انت سالت سؤال وانا يمكن انا بحب حته الناشئين بس ما بحبش اشتغل فيها، بس انا فكري فيها يعني انا بعرف اشتغل فيها كويس قوي. تمام. في ايه؟ اولا انا بقول ان دايما الاسم الكبير يشتغل من الناشئين. الاسم الكبير يشتغل من الناشئين. ويمكن انا قلتها للدكتور محمود سعد لما كان رئيس القطاع في نادي الزمالك، وقلتها بعديها لما ميدو مسك بعد الفتره اللي مسك فيها الدرجه الاولى ونزل قطاع الناشئين. تمام. وقلت ان احنا لما نبقى موجودين لعبنا منتخب مصر ولعبنا نادي الزمالك، خدنا بطولات، احترفنا، لعبنا منتخبات، فمن الطبيعي لو انت بدات تشتغل مع الولاد دوت، اولا انت بتشتغل بخبراتك مع كمان الدورات التدريبيه الدوليه اللي احنا لازم هتعديها طبعا يا كابتن ابراهيم، انت عارف ان احنا لازم ناخد الحاجات ديت شغلات اساسيه ودوليه وتخصصيه، وبعد كده ناخد السي والبي والاي، يعني اللي هي فتره طويله قوي فلازم تشتغل عليها. عشان كده انا بلوم حته الاكاديميات. ده انا هاجي لك فيها في سؤالك يا كابتن حسام، هاجي لك فيها، بس انا عايز الاول حته المدرب، هل عنده القدره توصيل المعلومه ولا بتختلف المدرب لاخر حسب رؤيته للفرقه؟ لا بتختلف طبعا. ما كل واحد له قدره، وكل واحد ده بيبقى دارس وده دارس، ده دارس وده دارس، وكل واحد له افكار، وكل واحد بيعرف يتعامل مع الولد الصغير ده. انت لازم تنزل للمستوى ده باسمك وبتاريخك. انا كنت ماسك من حوالي 3 سنين او 4 سنين كنت ماسك 2005. تمام. ولا صغيرين. وانا كنت حابب ان انا اشتغل مع دول، لان شغلياتك من القطاعات الصغيره في السن، عشان لان انا حتى لما عرضت على سامي الشيشيني لما كان ماسك قطاع البراعم في نادي الزمالك وانا كنت موجود في القطاع، وطلبت ان انا بدل ما انا كنت موجود في 97 مع الفرقه مع كابتن نصر ابراهيم وموضوع مصطفى محمد والقصه دي، قلت لا انا حابب ان انا انزل تحت. تنزل بالسن شويه. وحتى كان كل يقعد يقول لي يعني انت 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 اسمك حلو، طب ليه نازل تحت براعم؟ براعم لان انا عشان اشتغل على الولد ده محتاج مني ان انا اعرف اوصل لقدرات الولد ده قوي. اولا تربويا انا بكمل الحته التربويه، بس محتاجه صبر كتير يا كابتن حسام. جدا صبور جداً. جدا عندك طول البال وعندك اولاء امور وعندك ولاد عايزين يلعبوا، بس لو انت اشتغلت صح. انا كنت الحمد لله فضل ربنا كنت بدي كل الولاد الشغل صح، كل الولاد بديهم شغل، يعني السردباكات كلهم يشتغلوا، الباكاترات كلهم يشتغلوا، الديفندرات، المهاجمين، بالتالي ان انا لو لان انا بحب دايما الحته بتاعت ان انا الولاد كلهم او التيم كله او المقيدين عندي كله يبقى لازم واخد كل نفس الشغل، عشان لما اجي الاقي لعيب موجود بيشتغل او بيتمرن كويس مع زميله في نفس المركز لا ليه الفرصه ان هو ياخد. لان انا كنت دايما بلوم على حته جروس ان كان دايما معتمد على 14 طب وانا عندك بطولات كتير، انا بلعب على بطوله دوري وكاس وافريقيا وبطوله عربيه، طب هتلاقي الولاد دول فين واللعيبه دي فين امتى؟ وهنيجي نقول بعد كده الله، طب ما هو لعب، طب وبعد ما لعب هو اصلا مش مهيئ ان هو يلعب. ما هو مش مهيئ لان هو انت مش مديله الايحاء ان هو ممكن تلاقيه في نفس في وقت من الاوقات، مش مديله الشغل اللي هو يشتغله، هينت يشتغل ازاي؟ فحته الناشئين عليها شغل عامل كبير قوي طبعا، ربنا يكون في عون عمرو يعني يعني يمكن الجيش اعتقد فيه عنده حته منظومه. انا هقول لك حاجه مختلفه شويه. اتفضل. بمعنى ايه؟ اولا طبعا البراعم دي ليها مدربين معينين. ليه؟ لان انا اولا لازم يكون لاعب كوره ويكون فاهم دارس في الـ في الـ في الخبرات اللي خدها في الدراسات اللي خدها. تمام. يتعامل مع الولد ازاي في الملعب؟ يعني طبعا البراعم عامه لحد 14 سنه
ما ينفعش اديله بدني شغل بدني خالص كله كوره لانه يعني هو بقى جاهز بدني لا لا لا, لا, لا هو مش مهيئ مش مهيئ للبدني فالبدن عشان كده بقول لك ايه كتير لسه العضله ما اتكونتش اساسا فهديله ايه يعني محتاج ايه لازم 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 اللي يمسك الفرقه دي الفرقه دي لازم يكون فاهم مش اي حد يمسك الفرقه دي الصغيره دي بالذات اللي هي البراعم بالذات تمام احنا بنتكلم على البراعم دلوقتي تمام وتاني حاجه ان يكون لعب كوره عشان يبقى فاهم تالت حاجه ان كل الشغل بتاعه كوره رشاقه مرونه كل الحاجات دي صح. مش محتاجه اي قوه ولا بقى حواجز احنا بنشوف يعني بنشوف في الاكاديميات حتى معجل. وفي الناس 8 سنين و4 ويعملوا لهم حواجز ما ينفعش هو ده مش فاهم ما ينفعش بدايه بقى من 15 سنه وانت طالع تبدا تديله الشغل جرعات معينه جرعات لا جرعات بتبدا جرعات بدايه جرعات معينه بالظبط تاني حاجه في البراعم ما ينفعش مدرب يمسك الفرقه اكتر من سنتين ليه يا كابتن؟ ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه؟ لأن لو أنا مسكت فرقة سنتين خلاص هو خد فكري، طيب لازم ياخد فكر مدرب تاني صح لازم فكر مدرب تاني حتى لو أنا مدرب طورت نفسي حتى لو عملت معاه بطولات أيوة. عملت إنجازات واللعيبة عندي كويسة وبدأت ترتقي في المستوى أيا كان لازم ياخد لأن دايما حتى الأكاديميات لما أنا كنت فاتح الأكاديمية بتاعتي كان دايما أولياء الأمور يجوا لي إيه؟ يا كابتن والنبي أنا عايز أتمرن مع كابتن فلان ما انت لازم تاخد ده كنت بعمل ايه بقى متعمد من قبل ما يقوله بس في ولاد بتبدا مع مدرب وبتفشل لا يا كابتن مفيش حاجه اسمها كده لازم اخد ده وياخد ده وياخد ده بص تسوى ايه لما ابقى انا رئيس الاكاديميه او فاتح الاكاديميه ومعايا اتنين مدربين والولد يجي بتاع الكابتن فلان يسلم عليه ويسلم عليا انا بس طب والتاني ده فين يعني المدرب التاني ده فعشان كده لا ده انا لازم ادخلك المدرب ده كمان عشان اوفق كمان الافكار بتاعه المدرب ده بيك انت كمان يعني حتى لو هو كلها اللعيب يدور يلف على الفرقه كلها بحيث ياخد فكر المدرب وفكر المدرب فعلا في البراعم كمان في حاجه تاني اتفضل لازم الولد ما يتعاملش باسلوب زعيق وشخط العامل النفسي اللي انا بتكلم عنه لا 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 خالص ولسه الكابتن عبد الرحيم ممكن يتكلم خالص خالص لازم يتعامل ان انت بتعامله كوالده في البيت عشان يحب حابب جاي التمرين ده احيانا الولد بيبقى مرتبط بالمدرب اكتر يعني بابا بيسمع كلام بيسمع كلام المدرب اكتر من يعني تيجي تقول له اعمل كذا اعمل كذا بابا ممكن يقول له لا لا يرجع لك هي دي عشان هي اللي بتكلم عادي التعامل مع الولاد الصغيرين حته حسام اللي بيتكلم فيها ان لما يكون نجم لازم ينزل يتمرن تحت دي اكبر صح بيكسب خبرات هقول لحضرتك ليه القياده مش سهله القياده ان انت تعرف تسيطر على فرقه انت وانت بتلعب انت لوحدك انت شخصك المسؤول عن نفسك بس نفسك بقى خلاص لكن انت لما تمسك فرقه وفرقه مثلا ناشئين انت مسؤول عن 30 لعيب كل الادوات اللي عندك ماشي لما تيجي تقود طب لما تيجي تعاقب ده هتقدر في اصل في الولاد مختلفه وواحد شخصيته قويه في واحد قليل الادب في واحد محترم هتعامل الناس كلها ازاي انت بتعامل لازم تنزل للمستوى ده انت مع ده وده في نفس انت الاسلوب اللي بتعامل بيه المحترم هتعامل بيه اللي مش محترم يعني انت بتعامل كل اللعيبه واحد عشان لما تيجي تعاقب حد يبقى العقاب واحد عشان مفيش حاجه اسمها اشمعنى القياده بقى القياده تدريبيا القياده في الماتش انت كل ما السن بيكبر شويه يعني انا ماسك 19 سنه كأنك ماسك درجه اولى هم فعلا بيتصعدوا يعني انت ماسك درجه اولى فانت تقدر تسيطر عليهم ولا لا عشان لما بعد كده تيجي تمسك درجه اولى ما ينفعش ان انا بطلت اروح امسك درجه اولى على طول ما ده اللي كنا ما انا مش عارف مش لازم المدرب يكون عنده شخصيه وكاريزما لا لازم لازم الاول لازم يحتك بالحته اللي تحت قوي لازم عشان بعد كده ياخد الفكره طبعا عشان الولد كمان انت بتديله شخصيه وبرده نفس القصه الناشئين برده محتاجه ان انت تغير في المدرب لو المدرب نجح طلعه اعلى لو المدرب اقل شويه تنزله ما تخليش الولد ياخد فكر واحد بس لان هو ياخد فكرك ولازم ياخد فكر كابتن حسين ياخد فكر كابتن عبد الحي لازم صح. لازم الولد ياخد فكر كل المدربين اللي عدوا عليه طبعا عايز اتكلم معاك كابتن عمر عن فتره الاعداد للناشئين بتختلف او اساليب التدريب عموما بتختلف من نادي لنادي فتره الاعداد واهميتها ازاي نعمل فتره اعداد كويسه خصوصا لان احنا شايفين 14 سنه ما يتعملوش فتره اعداد لا احنا بنقول ايه فتره الاعداد انا قلت لك من 14 سنه ما فيهاش بدني اللي هو ايه بدني الحواجز وال في ناس بتعمل حاجات غريبه لا سبرنتات والحاجات دول لسه العضله بتاعتهم ما اتكونتش لكن الباقي تديله اللي انت عايزه طيب ازاي يعني بقى نعمل فتره اعداد انت بتاخد فتره الاعداد على حسب انت وانت دارس انت فاهم فتره الاعداد قد ايه انت بتحسب الماتش اول ماتش رسمي امتى او الدوري هيبدا امتى شهرين مثلا
خلاص انت بتمشي بسيستم معين. يعني هل انا بعمل فتره الاعداد بناء على الماتش اللي جاي امتى؟ لا ولا هي لا بدايه السيزون. يا مثلا انا بدايه السيزون مثلا انا عندي ماتش بعد بدايه الدوري عندي بعد شهرين. حلو. هل انا خلال الشهرين بعمل فتره الاعداد؟ اقول لحضرتك على حاجه دلوقتي انا لو عندي كم اسبوع هشتغل بقى بدني امتى وهشتغل. بص دلوقتي انا عندي الدوري خلال شهر. تمام. طيب انا مش هلحق ادي شغل مش هتجهز الفرقه والمهم قوي الماتشات الوديه. أكيد. لكن لما اكون عندي مساحه لابدا يعني بدري شويه ابدا بدري شويه ما اشتغلش ماتشات وديه في الاول لكن بعد كده مثلا ايه اسبوعين ثلاثه ابدا الشغل بتاعي اللي انا هجهزهم عشان يشتغلوا في الماتشات الوديه عشان يبداوا ياخدوا الفورمه الماتشات وبعد كده ابدا اديهم عندي شهر وشهر بس على حد علمي فتره الاداره يعني بالطرق الحديثه اللي موجوده دلوقتي بتتراوح من 8 ل 12 اسبوع على حد علمي يا كابتن عزام ده الطرق الحديثه فعشان كده انا المفروض الطبيعي ان انا ابدا بدري. ما هو انت الدوري بتاعك انت حد عارف الدوري كان هيبدا امتى ولا بدا امتى؟ ما حدش عارف. ده للدرجه الرابعه لحد دلوقتي ما لعبتش. الدرجه الثالثه من لعبه ماتش واحد يعني شوف بدأوا بادئين من امتى وهم لا كمان ايه بدأوا ماتشين بقول لحضرتك هم الدرجه الثالثه مفنشين من شهر 4 يعني مريحين 4 شهور. ده كلام ما ينفعش. طيب انا عايز ارجع لكابتن حسام في بعض الانديه بتعمل بعض المعايشات في الدوري الاوروبي بشكل عام. هل اللاعب اللي بتعمل له معايشه ده من النادي مثلا بيطلع معاك هل بتفرق مع اللاعب بعد رجوعه للدوري المصري؟ اللاعب بيستفيد من معايشه ولا بيبقى بالنسبه له سفريه ورايح يستمتع بالجو والدنيا هناك خلاص؟ هو اللاعب ده عايز ايه في الاول والاخر؟ انا لعيب عايز ايه؟ عندي طموح. جات لي الحاجه اللي تفتح لي سكه فرصة. ان انا الفرصه ان انا اروح مكان. طب ليه ما اشتغلش على نفسي واجتهد واشتغل كويس عشان ربنا يكرمني ما ارجعش تاني؟ هي دي الفكره. ارجع تاني ليه؟ ما انا لو رجعت يبقى انا رجعت للصفر. يعني ده دور مدرب ان يدي الحافز او العامل النفسي اهله شويه واللاعب كمان محتاج. ما انا مش هطلع اللاعب ده انا كمدرب مش هطلع اللاعب ده الا اذا كان هو امكانياته فعلا تؤهله ان هو يبقى لا انت بتطلع فرقه مثلا زي الاهلي والزمالك احيانا بيعملوا مع طبعا الموضوع ده اللي ما هو ده اللي يعني ده تستغل الموضوع ده للسيء للتربح. يعني ازاي انا مثلا كلاعب وجاي لي فتره معايشه هل مسموح لي مثلا ان انا اطلع دلوقتي ولا اصبر على نفسي شهرين ثلاثه؟ ايه الامكانيات اللي لازم تبقى متوفره فيا عشان اطلع في فتره المعايشه؟ ما هو لازم ابقى امكانياتي يعني فنيا وبدنيا وصحيا كل حاجه امكانياتي كويسه عشان اقدر لما اروح هناك يبقى الوضع مختلف عن القاهره هنا والدوري المصري غير الناشئين. انا بروح هناك بتعامل براجل بروفيشنال. انا راجل هناك لو رحت انجلترا ورحت اسبانيا ورحت البرتغال ولا رحت رومانيا ولا الفرق دي ما كلها بس انا بكلم حضرتك اليونان يعني فرقه تقيله مش بخصوص الاستثمار مثلا. لا انا بكلمك ان مثلا بعض الانديه زي الاهلي الزمالك احيانا بيعملوا معايشه مثلا الفرق القطاع الناشئين من فوق 17 18 سنه. هل المدرب بيبقى حاطط في اعتباره ان الفرقه كلها رايحه مش عاليه يعني بالنسبه له الفرقه رايحه فيها المجموعه كامله ومفيش فرقه بتبقى فيها مثلا ال 11 واحد هو برضه في الاول والاخر لما الاهلي يروح او الزمالك يروح فيها احتكاك مع الفرق الاوروبيه دي فدي حاجه كويسه. حتى لو في امكانيات ان اللعيبه تبقى متواجده في الانديه دي فانت بفتح بالسكه ان الاولاد دول لازم من سن صغير ليه الافارقه عدونا بمراحل عدونا بمراحل ان دايما عندهم حته الباب المفتوح بتاع الاحتراف دايما بدري انما احنا متاخرين في حته الاحتراف. انما لما يبقى في معايشه للانديه بتروح في بره ويبقى في احتكاك مع الانديه الاوروبيه فبالتالي يبقى لازم هتبص تلاقي اللعيبه بيبقى عنده حته ان هو الاصرار والعزيمه ان هو عايز يبقى موجود في المكان الفلاني في الدوري اشتغل على نفسه طبعا مع المدرب طبعا المدرب ده عليه عامل كبير مع اللعيب الاثنين بيكملوا بعضهم ولا المدرب مش هيشتغل واللاعب هيزيد لوحده الاثنين بيكملوا بعضهم. بمناسبه عمرو لما بيتكلم الحته التربويه بتاعه الناشئين مهمه قوي اللي هو بالنسبه لان انا لما اكون انا مدير فني او ماسك في فرقه يهمني قوي حته ان انا اكمل الحته التربويه بتاعه البيت لان بلاقي حاجات انا حصل معايا موقف يعني كان معايا عندي حارس مرمى من ضمن المواقف يعني حارس مرمى ده كان جاي له الاهلي كويس وهو مقيد عندي وانا مدير فني وانا لو مشيت الولد ده مشكله بالنسبه لي ما انا ماشي ليه ما انت هتتسال ما انا اللي هتسال ادي حاجه الحاجه الثانيه مين اللي مشاه مين اللي مشاه مستر كابتن مسام مين بفاكر مين اللي مشى النني من النادي الاهلي بالظبط. طب النني ما مشي من النادي الاهلي ازاي ما وقفوش على محمد صلاح في الزمن؟ لا كان الوضع كان مختلف يعني الوضع كان الامكانيات كان في حد في مكانه مميز هي بتفرق. فالولد جه فقالوا لي يعني حد يعني في النادي كده مسؤول قال لي احنا عايزين الاستغناء بتاعت الولد عايزين نمشي. قلت له الولد كده كده مقيد
الولد منقطع يعني انقطع مره واحده وما جاش، قعد حوالي 45 يوم يا كابتن عمرو او دخل في شهرين الولد ما بيجيش، وانا بالتالي انا متحفظ بالولد، الولد كده كده مقيد، انا مش همشيه لان الولد حتى لو في نهايه السيزون لما يخلص اه ممكن امشيه، هو كابتن عمرو عارف. ايوه انما في موسم شغال ما انا خلاص انا مقيد الولد ما عندي خلاص ما اقدرش امشيه. فالولد بعد حوالي شهرين جه يعني انقطع وكان عايز يمشي ومش عارف حصل مشكله، وبعدين لما عرفوا ان انا مش هقدر امضي ومش همضي والولد مش هيمشي حتى لو على الموسم اللي جاي ما فيش مشكله، الولد رجع بعد شهرين. الولد لما رجع مدرب الحراس لقيته بيقول لي كابتن علي رجع هنعمل ايه؟ قلت له عادي جدا يجي يخش هيقف يعتذر للجهاز الفني ويعتذر لاخواته وزمايله على الفترة اللي هو غابها حتة تربوية. شفت بقى؟ اتفضل تحت امرك. تقرير عن بطولة برنامج لمسة ولعب عن بطولة خاصة. اللمسة ولعب انا بحب اللمسة ولعب. ربنا يبارك فيك. اه يعني لمسة ولعب كورة. هي الحياة سهلة جميلة. اول تاتش. اه يعني لو اسهل اسهل يعني يا كابتن. اه بالظبط. هنخرج اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل وتقرير عن بطولة برنامج لمسة ولعب نرجع لكم تاني انتظرونا. مش بشغل دماغ عليك وانت فاهم كده كويس. مازال الفيزيكال وجاب بعد التعادل المباراه ماشيه ما زالت في الملعب حتى لو قافل قافل كويس. يلا يلا انفراد 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 يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض انفراد والراجل بيحطها بره الثلاث خشبات. ده كلام ده كلام يا راجل. تاني ضربه جانبيه للاتحاد عرب ونيم هتضع الملعب بعد الجول. اوعى تمسك يا جول. تمام احمد دعبس حط الكره على الارض ماشي رفع وشه باصه غلط باصه غلط باصه غلط. تاني فيزيكاي ماشي ترقيص والتاني صعب على الهواء يا ولد كويس عدى كده حاجه جميله بتاع الزمان عمل انا بالعرض كمان لف كمان لف عند جول جت في ايدك يا عم المره
اطلعوا يا جدعان قدام. انت اللي بتفكر احمد يا وليد، خليه خليه هنا. لعبه طويله طويله طويله، هيسيبها الجون طبعا طبعا، عايز يضيعك دي. يلا لسه بدري لسه بدري. تاني لقاءاتنا النهارده مع الكابتن محمد دسوقي مدرب في اكاديميه اف سي كايرو. بنرحب بيك كابتن محمد. اهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا كابتن. كابتن محمد، احنا كنا سالنا في البدايه كابتن حماده عن دوره الاكاديميه، انتوا اشتركتوا ليه؟ انت شايف رؤيتك ايه النهارده لافتتاح البطوله؟ والله شغل عالي قوي من الناس اللي مشاركه في الاكاديميه، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. انت شايف النهارده في بعض اللعيبه مكسب فعلا للكره المصريه ان يطلع من عندنا لعيبه كويسه؟ أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل والتقرير عن بطولة برنامج لمسة ولعبة. نرجع مع ضيوفنا الكبار كابتن حسام عبد المنعم وكابتن عمرو الدالي. كابتن عمرو، كنت عايز أتكلم معك عن الأكاديميات كتير في مصر، كنا عايزين نعرف إيه مواصفات المدرب المميز. أنا كولي أمر عايز أودي ابني في أكاديمية كويسة، إيه مواصفات بقى المدرب المميز اللي أودي عنده ابني وأبقى مطمن عليه؟ طبعا هو أولا طبعا لازم يعني طبعا أنت من نظرتك الأكاديمية المحترمة بتجيب مدربين كويسين، يعني بتجيب مدربين محترمين يعرفوا يتعاملوا مع اللعيبه ازاي. طبعا اولا خلقا كويس، لان هو يتعامل مع لعيبه ويتعامل مع اولاء امور، التعامل بتاعه مع اللعيبه ازاي. اولا انا رايي الشخصي ان ما فيش مدرب يتعامل مع اولياء امر، خلي المدير بتاع الاكاديميه نفسها هو يشتغل، لان طبعا بيبقى في حاجات يعني خارجه كده عن الحسابات بتحصل، والكيلة والقلب. فأتمنى إن ما في تخصص. يبقى في تخصص، يعني مدير يعني الأكاديمية هو اللي يتولى الشأن ده مع أولياء الأمور. الأكاديمية بتاعت وادي دجلة كانت فيها نظام ده بصراحة. يعني إن ما فيش مدرب. وادي دجلة منظومة صراحة عالية جدا يعني. وادي دجلة والجيش والمقاولين، يعني كذا أكاديمية محترمة. في أكاديميات بقى يعني إيه اللي هي اللي في الحتت الشعبية. سبوبة يعني بتاعت الافراد اللي يعني سبوبه هي قصه من السبوبه، قصه ان انت بتجيب واحد مش ممكن مش مؤهل مش دارس فمش عارف. يعني انا مثلا كنت يعني بتفرج كده وانا ماشي على اكاديميات، اولاد صغيرين بيطلعهم. يعني هل يشترط طبعا كابتن يكون معاه شهاده تدريبيه؟ لازم ولعب كوره ما هو اصل انت ما لعبتش كوره فمش هتعرف تطلع. يعني حتى تكون فاهم، بس يعني انت لعبت كوره واخد دراسات عشان تعرف تشتغل، عشان تعرف تنفذ الشغل مع الاولاد، ازاي استلم ازاي اسلم. الاولاد دول الاكاديميات بالذات اكتر حاجه ياخدوها لازم الاستلام والتسليم، لان دول اغلبيتهم بيبقوا مش كويسين. يعني اغلبيتهم بيبقى مثلا ايه، في اللي هو اللي ما فيش خالص بيتعلم لسه، في اللي هو نص نص، اللي هو المميز قوي هتلاقيها نادره شويه، لان المميز قوي ده هتلاقيه بيروح انديه، او هتلاقي المميز ده بيروح اكاديميه كبيره، عشان اللي عارف الاكاديميه الكبيره دي بتعمل تسويق للولد نفسه. الولد يعني مثلا لما كنت عامل اكاديميه الولد الكويس احنا بنعرضه، يعني بنعرضه على الانديه، تعال اتفرج على ده اتفرج على ده. طبعا من العلاقات بتاعتنا مع المدربين 2006 2005 2004 ايا كان السن بيروح. اللي طالع دلوقتي ان الناس عامله ازاي، عامله حاجه كويسه للولد نفسه، ان الاكاديميات بدات تخش دوري اتحاد الكورة. بس ده بيبقى بشكل استثماري. كنت عايز اقول لك عن النظام الاستثماري هو في مصر ورايك. الولد اللي بيدفع فلوس عشان يخش الدوري هو بيسوق نفسه، هو بيعرض نفسه، لان هو مش قادر، راح الاختبارات، راح جميع الاختبارات في مصر ما نجحش. هو بيسوق نفسه ايه؟ ان هو يجهز عشان يبقى كويس، عشان لما يلعب ماتشات في الدوري. بس في ناس يا كابتن عمرو بيبقى دافع فلوس وجاي مجرد انه عايز يبقى متواجد بس في مجال الكوره، هو مش مؤهل. ما هو بقى في حتى لو بذلت معاه مجهود مش موجود اساسا. في نقطه تانية اللي هي ايه، في انت شايف ان ابنك مش هيبقى لعيب كوره بس عايز يلعب رياضه بالظبط، فهي دي القصه، ان انت بتخليه يلعب رياضه، مش شرط ان انت عايز يلعب كوره، انت بتخليه يلعب مجرد ان هو يلعب رياضه، هو حابب دي بس هو ما عندوش الموهبه. بس هو المنتشر اكتر في الاستثمار بيبقى اللاعب مثلا اهم حاجه ان انت بتدفع، طالما هتدفع يبقى بتلعب. ما هو انت دلوقتي ما انا هقول لحضرتك ليه، اقول لحضرتك ليه، لان انت دلوقتي انت بتجيلي انا بحجز ملعب وبدفع لك بدفع ايجار ملعب الماتشات وبدفع حكام، طب انا هدفع من جيبي؟ انت جاي دلوقتي انت عايز تسوق نفسك فانا مش هدفع من جيبي. الكلام ده بقى ايه في الانديه الكبيره، لو انا جاي مستثمر خلاص يبقى انت جاي عندي مش هتدفع فلوس، يبقى انا هاخد الولد الكويس.
الولد دي مش كويس هيروح الاكاديميه اللي بقولك عليها اللي هي بفلوس عشان يحسن مستواه عشان مستواه يعلى عشان لما يجي يروح في حته دوري يعني مثلا في فرقه يتعرض يبقى كويس. هي دي القصه. هو بيجهز للحته دي. وفي ناس حصل كتير قوي يعني في ناس من الاكاديميات راحوا انديه بس بنسمع مبالغ كبيره قوي في الموضوع ده كابتن عمرو في موضوع الاستثمار بنسمع مبالغ كبيره جدا يعني والله هو في 30000 و20000 يعني لا الكلام ده دي مش كتير يعني انا مش مش موضوع 30 و40 دي يعني ايه هتلاقيها في اكاديميه 2 3 بالكتير قوي لكن الباقي مش 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 بالسعر ده لان انا 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 اخويا محمد عامل الموضوع ده يعني عامل اللي هو بتاع ده هو بيساعد نفسه وفي نفس الوقت بيساعد الولد وفي نفس الوقت برضه بيتسوق اللعيبه وفي لعيبه كتير من عندنا من عند راحوا انديه راحوا انديه ولعبوا دي حقيقه هو المفترض يتعرضوا. ده يبقى النظام نظام جيد يعني مثلا يعني انا لاعب بيكلفني مثلا 2000 3 في طول الموسم ماشي مفيش مشكله ناخد منه ال 2000 او ال 3000 جنيه دول كدعم ان هو بيستثمر في نفسه ده حقيقي فعلا لكن المبالغ اللي احنا بنسمع عنها دي كتير مبالغ كتير جدا. لا كتير جدا. طب نرجع تاني للكابتن حسام مدير فني الشمس اسوان. انت طبعا حضرتك لعبت كوره في العصر الذهبي الجميل ونفتكر الجون اللي جبته في الاسماعيلي في 2003 والزمالك كان حصل على بطوله الدوري في الوقت ده. طريقه اللعب كنت بتلعبوا بيها في الفتره في الجيل بتاع حضرتك بتختلف كتير عن دلوقتي. هل اللاعب المصري استفاد من الطرق الحديثه دي ولا طريقه اللعب عندكم كانت بتعتمد على المهاره اكتر من الوقت الحالي؟ بص يا كابتن نادر اولا عايز ابارك طبعا للكابتن ابراهيم عشان احنا قلنا بالفاصل هقول له مبروك على الجواز وان شاء الله التوفيق والرفاء والبنين ان شاء الله عقبال كده البامبين ان شاء الله جديد ان شاء الله بص يا كابتن احنا كنا بنلعب ب 5 3 2 5 4 3 يعني الطرق القديمه كنا دايما من حته ان احنا ندافع اكتر من ان احنا نهاجم دلوقتي الكرة الحديثة يعني 5 3 2 دي كانت طريقة دفاعية طبعا طبعا ما هو انا بدافع بس بهاجم بعدد لعيبة اكبر بعدد اقل بس الناحية الدفاعية انا متحفظ عليها كتير يعني مخلي عدد كتير لعبتوا بقى في الزمالك يا كابتن فترة انتوا على مصر كلها كانت بتلعب 5 3 5 كلنا كنا بنلعب بيها احنا الفرقة الوحيدة اللي بدأنا 4 4 2 الحرس فترة وجودك يا كابتن بس هي كانت بتفرق وجت ايه وجت صدفة يعني مش متمرنين عليها هي بدأت هي كان كله بيشترط ان لازم وجود ليبرو في فتره انت وجودك برضه انت زمالك بتاعي عم وائل الاباني سامي الشيني ورايا الاول والاباني يعني سامي الشيني الاول وبعد كده وائل الاباني كنت انت بتلعب سيرد باك كابتن حسام على اعتقد طب اللي انت كنت ماسك الراس حرب انا وبشير وفتره وكنت انا ومدحت وبعدين بشير ومدحت ويعني عند ما انت وهيثم فاروق وحاجه كده يعني جيل الحمد لله فضل ربنا كويس وكنا بنلعب بليبرو فدلوقتي انت ما عندكش الحته دي ما بقتش موجود الليبرو بقى دلوقتي الباك العكسي لو الكره من ناحيه اليمين من على الطرف يبقى الباك ليفت هو الليبرو يعني الطرق اللي يعني من ضمن الطرق اللي بتتلعب دلوقتي 4 2 3 1 طبعا هل الطريقه دي احنا دلوقتي خلاص يعني في فرق دلوقتي بتلعب بثلاثة كمان يعني كابتن حسام البدري لما لعب ماتش بتسوانا لعبت بثلاثة ما لعبش باربعه لعب بثلاثة وباكين الطرف احمد فتحي وعبد الله جمعه طيارين فهو بيلعب بثلاثة بيلعب بمحمود علاء وبيلعب بحجازي وكان جنبهم طارق حامد بينزل في وسطهم شويه يروح ناحيه الشمال شويه وشغال في حته النص يعني قال الوضع ده عشان فرقه بتسونا فرقه متواضعه شويه أكيد. ولا مش هتناسب مثلا تلعب غانا السنغال المتهيئ الطريقه بتاعتها عمري ما هلعب طبعا كل مباراه وليها الطريقه بتاعتها كل مباراه ليها الطريقه بتاعتها اللي هشتغل عليها يعني انا لما جيت انا الموسم اللي فات رحت مسكت العياط وهي خسرانه من شارع الدخان 10-0 نهار ابيض يعني الناس كانت موهومه يعني انت راح تمسك العياط ازاي انت بتهزر همسك العياط انا عايز اشتغل تمام هو الفكره ان المدير الفني اولا عامل حاجتين اول حاجه رايح يلعب انا رايح الاعب الشرقيه الدخان في ملعبه ما لعبش بثلاثه ما ينفعش بيلعب بثلاثه يعني دي كانت كارثه من كوارث لما قعدت مع اللعيبه بعديها لا بيلعب بثلاثه انت يا كابتن حسام بتعتمد على ان نسبه الفيتنس في الفرقه تبقى عاليه جدا طبعا عشان الباكين على الطرف دول رايحين جايين طبعا انا بلعب بثلاثه والناس كلها لازم الناس دي بقى يعني تشتغل رئه كويسه قوي وعنده فيتنس وعنده لياقه وقوه بدنيه يقدر يشتغل على الناس اللي بتشتغل عليه مع زياده العدليه كمان اللي بتشتغل عليه كمان الاهداف اللي انا شفتها يعني بصراحه كان منظر وتاني حاجه والاهم قافل ال 25 لعيب يعني قافل لي كمان القايمه يعني اللي هو يعني انا مش هقدر ادعم بفرقه يعني بلعيبه عندي أو كنت بطلع من ناشئين فهي بتبقى الفكره ان انت الوضع اختلف الكوره دلوقتي اختلفت الكوره الحديثه غير الكوره بتاعتنا
غير الاجيال اللي قبلينا كابتن فاروق جعفر وكابتن حسن شحاته والكره يعني المهاره اكتر منها بدني وفيتنس. الجيل بتاعنا كانت محتاجه يعني في ليبرو وكنا بندافع اكتر من احنا بنهاجم. بتامن نفسك بقى لنا يمكن فتره طويله قوي شغالين على الاربعه 2 3 1 4 3 2 1 اللي هي الشجره يعني انت سيان هتعملها اربعه. بدانا من فتره كنت عايز اتكلم مع الكابتن عمرو عن موضوع التاهيل النفسي خصوصا احنا بنشوف مشاكل كتير جدا في الانديه وفي بين اللاعبين. اهميه التاهيل النفسي هل جه الوقت دلوقتي اللي لازم يبقى في كل فرقه مؤهل نفسي؟ لا لا انت اصل انت بتتعامل مع مع مع, مع لعيبه برضه محترفه. يعني انت بتتعامل مع لعيب المفروض ان هو انت راجل كبير وعارف مصلحه نفسه. يعني انت هتيجي تاهيله نفسه قول له نام بدري كل كويس كل الكلام ده طبيب النفسي غير المؤهل النفسي. بس الطبيب النفسي دي يعني انا ما مش طبيب ما مش طبيب مش طبيب نفسي بنقول مؤهل هو نظام السيكولوجي اساسا. انا 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 بقول ان هي مش كل الضغط على المدير الفني. لا انا بقول ان هي مش ناجحه في مصر. بس هي بدات الفكره وبالدليل الكابتن حسام بدري بعد الحلقه اللي عملناها هنا المنتخب ضم الجهاز والنادي الاهلي والنادي الاهلي موافقه رسميه انه هيطبق ضروري جدا في اوروبا كله. مفيش فرق في الدوري هتجيب مؤهل نفسي. مش كل الفرق لا مش كل الفرق. بس هو دوره ايه يا كابتن عمرو؟ دوره ان هو الراجل بيعمل عمليه تاهيل نفسي للاعيبه اللي مثلا زي حاله الحاله اللي موجود دلوقتي مؤمن زكريا لازم مؤهل سيكولوجي يقعد معاه ويخرجه من الحاله النفسيه اللي هو فيها. هو بس التوضيح ان يعني في اختلاف بين الطبيب النفسي ما بين المؤهل النفسي. الطبيب النفسي بيدي ادويه، المؤهل النفسي بيقعد يشوف اللاعب مشاكله ايه وبيساعد في حلها. ده دور المؤهل النفسي بس. فهل يعني لازم كل فرقه او يبقى يشترط من الاتحاد ان ينزل يبقى عنده كل فرقه؟ لا مش هتقول لا الاتحاد عمره ما يقول ان هي مشترطه. عمره ما يقول ان هي مشترطه. دي راجعه للانديه. طبعا راجعه للانديه. هو هل الانديه هتقدر تجيب مؤهل نفسي تديله مؤهل ولا لا؟ بتحط فيه جهاز، انت عندك جهاز مدير فني ومدرب عام ومدرب مساعد ومدرب حراس مرمى ومدير حراس مرمى ومدير كوره. انت عندك كل ده بجد باستثناء ان الراجل ده اللي هيعمل لك الريبورت الكامل عن الفرقه. والله انا ما اعتقدش هتنجح في مصر. انا ما اعتقدش لان بس هي من رايك ان على الاقل لازم تكون موجود. لا لا انا رايي الشخصي لا. بس انت اصل انا بقول لحضرتك انت بتعامل لعيبه محترفه يعني عارفه مصلحه نفسها فين. يعني انا بتكلم في اللعيبه انت محترف يعني لو غبت او كسلت. بس احنا بنشوف مشادات في الملعب ده تدل على عدم الاتزان النفسي للاعبين. لا مالهاش علاقه. لا دي بتبقى شخصيات اللعيب نفسه. ده ثلاث ارباع لعيبه مصر عندهم الحاله العصبيه دي بتزيد. لا لا ما طب ورايك يا كابتن حسام في الموضوع ده في هل المؤهل النفسي او السيكولوجي خاصه للانديه ضروري ان يبقى موجود؟ سريع كابتن حسام الوقت الفقره الاولى بتاعتنا انت عمال تخطفني كل شويه. ماشي حبيبي يا كابتن حسام ما بحلاش اكمل. هو الوقت معاك بيجري بسرعه صراحه. تسلم. بص هو زي ما عمرو قال مش كل الانديه ما ينفعش اتحاد الكوره يعتمد حاجه زي كده كل الانديه لان كل الامكانيات مش زي بعضها. بس هو طبيعي لازم يبقى موجود لحالات معينه زي ما حصل حضرتك بتقول كده مؤمن ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. دي حاله طارئه حصلت يعني انما مش كل الحالات. مش احنا لعبنا عمرنا كله ما حصلناش حاجه يعني واجيال معانا وجيل معانا ما حصلناش حاجه. انما ممكن في التطور القروي لسه اسالك مع التطور ده انا قصدي عليه مع التطور الحاجات دي اعتقد ان ممكن تلاقيها لان الوضع اللي احنا فيه ده يخلي الناس يجي لها حاله يعني. بشكرك جدا يا كابتن حسام. ربنا يشرفنا ربنا يخلينا ربنا يخليك ان شاء الله. شكرا جدا يا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك ان شاء الله. ونشوف نادي الشمس موجود في الثالثه والثانيه يطلع ممتاز ان شاء الله. بس يعني بعد السكر والضغط ان شاء الله يعني هحاول. لا مهنه صعبه جدا 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 جدا. لا وعشان توصل عايز توصل كمان المعلومه عايز توصل لمعلومه للعيبه ما خدتش الشغل زي ما عمرو قال في الاول ما خدتش الشغل. فانت بتعمل قلب ب كوره. شكرا. السلام عليكم اعزائي المشاهدين. هنخرج لفاصل وتقرير من بطوله برنامج لمسه ولعبه. نرجع لكم تاني مع ضيف الفقره الثانيه. انتظرونا. تاني لقاءاتنا النهارده مع الكابتن محمد السوقي مدرب في اكاديميه اف سي كايرو. بنرحب بيك كابتن محمد. اهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا كابتن. كابتن محمد احنا كنا سالنا في البدايه كابتن حماده عن دوره الاكاديميه انتوا اشتركتوا ليه. انت شايف رؤيتك ايه النهارده لافتتاح البطوله؟ والله شغل عالي قوي من الناس اللي مشاركه في الاكاديميه
وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. انت شايف النهارده في بعض اللعيبه مكسب فعلا للكره المصريه ان يطلع من عندنا لعيبه كويسه؟ في ان شاء الله في كام لعيب كده كويسين ظهروا في البطوله، وان شاء الله هيكونوا افاده للكره المصريه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. يعني البطوله في حد ذاتها افتتاح قوي كاول بدايه في النهارده. انت شايف ان ممكن اللعيبه دي فيما بعد يتصنفوا ضمن الانديه المعروفه على مستوى الكره المصريه؟ هم مش اقل من اي حد، في هم احسن من اي حد في اي انديه عاليه، بس هي المشكله في التسويق. وان شاء الله ده ان شاء الله في الايام الجايه دي هنشوف لعيبه كويسه ان شاء الله من الاكاديميات اللي مشاركه في البطوله دي. كابتن محمد احنا بنشكرك في نهايه حلقتنا، ان شاء الله نتمنى لك التوفيق مع اكاديميه اف سي كايرو. شكرا كابتن. شكرا كابتن. في لقائنا الاخير النهارده مع كابتن محمد عيد من اكاديميه اف سي كايرو، البدايه كابتن محمد، الدافع وراء اشتراكه في البطوله النهارده؟ التعرف على الاكاديميات الثانيه، احتكاك اللاعبين، تجارب اللاعبين في اكثر من مباراه، والاحتكاك بين الاكاديميات وبين الفرق الاخرى. يعني انت الاحتكاك النهارده، انت كنت شايف ان بعض الاكاديميات عامله شغل، انت جاي حابب تعرف ده من ضمن التدريبات الحديثه للكوره؟ حضرتك عايزين نعرف ده، عايزين نحتك باللاعبين اكثر لاكتسابهم خبره واكتسابهم خبره في الملاعب. طيب انت شايف النهارده بعض الاكاديميات عامله شغل مختلف غير انت بتعمله، ولا انت شايف الطريقه الحديثه ممكن تيجي فيما بعد؟ لا، الطريقه الحديثه لسه فيما بعد، وكل اكاديميه شغاله بتوتال معين بنظام معين. طيب انت شايف ان في بعض اللعيبه ممكن تبقى مؤهله انها تروح انديه ان شاء الله يا فندم؟ ان شاء الله. الكره ما فيهاش مستحيل، الكره ما فيهاش مستحيل. يعني انتوا شغالين بطريقه مختلفه شويه غير الاكاديميات بطريقه حديثه؟ لا، شغالين بالطريقه الحديثه حضرتك، وبنحاول نطلع الولد، بنعلمه بعد الاساليب الرياضيه، بنعلمه ازاي نطلعه لاعب كره قدم. تمام كابتن محمد عيد، في نهايه حديثنا احنا بنشكرك ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في البطوله. شكرا كابتن محمد. ومعانا سيف محمد، لعيب الفتى الذهبي النهارده اللي ظهر بمستوى مميز. اهلا بيك يا سيف. اهلا مصطفى. انت شايف ايه النهارده يا سيف من اشتراكك في البطوله دي؟ البطوله قويه وفيها دعم كبير جدا من البرنامج لمسه ولعبه ان انت تكون موجود النهارده في الاكاديميات دوري البطوله ديت. والله انا فرحان قوي. فرحان ايه سبب فرحتك النهارده؟ اللي احنا لعبنا بشكل كويس وكنا حلوين النهارده. طب املك ايه يا سيف ان انت كلاعب كوره بتلعب كوره، انت شايف بكره، انت شايف نفسك ممكن توصل لحد فين؟ ان شاء الله بلعب كويس. نفسك توصل فين؟ اهلي، زمالك، انبي، المقصه، طموحك رايح لحد فين؟ اي نادي. اي نادي. طب احنا بنتمنى لك ان شاء الله نشوفك في انديه كبيره، انت ظهرت بمستوى كويس، ونتمنى لك ان شاء الله اللي جاي افضل يا سيف، والف شكرا. شكرا. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية من برنامج لمسة ولعبة مع ضيفنا الكابتن إسلام شاكر، لاعب المقاولين العرب السابق والمدير الفني لأكاديمية ليدرز أكاديمي. أهلا وسهلا بك كابتن إسلام. أهلا وسهلا بك كابتن إبراهيم، نورت برنامجنا النهاردة، وأتمنى يا رب تكون حاجة مفيدة ليك إن أنت موجود معنا ببرنامج لمسة ولعبة. بنورك، وإن شاء الله مش أول مرة إن شاء الله. إن شاء الله بأمر الله بالتوفيق إن شاء الله. كنت عايز أتكلم معك عن أكاديمية ليدرز أكاديمي، حابب إن أنت تكلمنا عنها أكتر شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك انت وكابتن نادر، وده شرف ليا. اكاديميه ليدرز هي ده مقسمه لثلاث اجزاء. الجزء الاول اللي هو الاكاديميه، احنا في بنفتح باب القبول للعيبه اللي هي لجميع المراحل العمريه، يعني من 7 سنين ل 18 سنه لتعليم اساسيات الكوره. الجزء الثاني اللي هو منتخب ليدرز، منتخب ليدرز ده بيضم اللعيبه المميزه فقط من داخل الاكاديميه ولا من بره الاكاديميه؟ من داخل الاكاديميه. اعمار مختلفه ولا بتبقى يعني اعمار مختلفه في المنتخبه؟ اعمار مختلف طبعا. تمام، كل عمرين بيبقى منتخب، يعني مثلا 2001 2002 بيبقى منتخب. منتخب مع بعض 2003 2004 منتخب واحد، عمليه دمج، يعني دمج الاعمار بالظبط. تاني حاجه، من خلال منتخب ليدرز ده تمام بندخل على الجزء الثالث اللي هو شركه التسويق.
شركه التسويق بنبدا بقى نسوق اللعيبه للانديه. والحمد لله بفضل الله انا بدات 1/2/2019 بفضل الله لحد دلوقتي مسوق اكتر من 15 لاعب للانديه. ما شاء الله عدد كويس جدا. كنت مشارك في دوريات والحمد لله عملت مراكز كويسه جدا. وعندي عبد الرحمن محمد سيد في نادي المقاولين العرب وليد 2010 وانس 2010 برده مقاولين ده من سنتين من خلال برده ليدرز تمام. في احمد صبري عبد المحسن في اسمنت حلوان، في سلامه اسمنت حلوان برده، في في يوسف، في حامد. هل بتواجه صعوبات في التسويق؟ والله او اتفضل كم يعني مش على طول ومش مع كل الانديه بس موجوده. اه طبعا موجوده الصعوبات موجودة. دي بص يا كابتن نادر الصعوبات دي موجوده في كل حاجه. يعني طب انا عايز اسالك سؤال بس يعني انت طبعا لسه بتلعب في نادي توت عنخ امون على ما اعتقد. انت مركزك ايه في الملعب الاول يا كابتن؟ لا انا بلعب جوكر بس هم بيلعبون ديفندر. ديفندر. طب انت شايف دلوقتي انت وجودك كلاعب كره في دوري عام وبتلعب دوري، هل عندك الوقت كمان انك تشرف على الاكاديميه او انت مؤهل ان انت تدرب فريق كوره في قطاع برع؟ بص هقول لحضرتك حاجه يا كابتن نادر. اتفضل. نادي توت عنخ امون هو لسه نادي جديد السنه دي، النادي جايب فكر اوروبي كويس. تمام شغال بسيستم كويس تمام. رؤساء مجلس الاداره ناس محترمه جدا وبيشتغلوا معانا وبيبذلوا اكثر قصار جهدهم علشان يعملوا مننا تيم قوي قادر على الوصول للدرجه الثالثه والوصول للدوري الممتاز في خلال فتره قليله جدا. تمام. بشكر طبعا كابتن علي البشبيشي اللي هو رئيس مجلس الاداره، كابتن محمد شيخ المدير الفني، الناس دي بصراحه لهم فضل عليا كبير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى. حته ان انت بتقدر تعمل عمليه توافق بين تدريبك في الاكاديميه وتدريبك مع النادي. انت دلوقتي حضرتك بتشرف على الاكاديميه. انا بشرف على الاكاديميه ومعايا مدربين شغالين، كابتن احمد ربيع ده المدير الفني للاكاديميه، كابتن وليد محمد ده مدرب حراس المرمى تمام. سعيد شاكر مدرب حراس مرمى بس لسه ناشئ صغير يعني. بنحاول ناهله بقى ونخلي نحطه تحت الانظار تمام. في يعني انا في بوفر لنفسي وقت الاكاديميه ووفر لنفسي وقت للتدريب. يعني بتحاول تنظم وقتك ما بين تدريبك في النادي ما بين تدريبك في الاكاديميه، بتبذل مجهود كبير جدا يا كابتن. والله مسافر يعني بسافر عند البلد بدايه طفيح، بسافر وبطلع على شبرا تمرين تمام. فهي الحياه دايما صعوبات. طب طريقه اختيارك للمدربين سوري قطعت كلامك، طريقه اختيارك للمدربين بتختار بناء عليه، هل انه مدرب او لاعب كوره، هل انه هو راجل اكاديمي، هل انه مؤهل معاه شهادات علميه ودراسيه مثلا خاصه بمجال التدريب، بتختار بناء على ايه؟ والله انا بختار بناء على فكره مدرب. يعني انا اولا انا الشهادات ديتي هي سي في تمام، لكن في ناس من غير شهادات عندهم فكرة عالية قوي في مجال التدريب كويس. كابتن احمد ربيع من الناس، هو شاب مواليد 97 20 سنه او 22 سنه بس مدرب على اعلى مستوى كويس. مدرب عالي جدا مكتسب خبرات. تاني حاجه برضو السي في بيفرق اكيد. كنت عايز اتكلم معاك طب يا كابتن اسلام عن اكتر المشاكل اللي بتقابل اللاعبين الصغيرين في السن، خصوصا انا عارف ان الاكاديميه عندك بتدي معمارها من 2005 2006 7 8. اكتر المشاكل اللي بتقابل اللعيبه الصغيره في السن دي، هي اكتر المشاكل اللي بتقابل اللعيبه الصغيره هو من ناحيه المدرب ولا اللعب؟ لا من ناحيه اللاعب نفسه. هو انا كلاعب مثلا مواليد 2005 اكتر المشاكل اللي بتقابلني ايه؟ مشاكل مثلا هل مشاكل الانضمام للانديه، مشاكل مثلا في طرق التدريب، مشاكل مثلا في ان انا بروح ما بقدرش اقيم المدير الفني بتاعي او المدرب مثلا مدرب كويس ولا مدرب وحش. تمام. خصوصا مع انتشار الاكاديميات دلوقتي بقت منتشره بكثافه. هو اللعيب الصغير اكتر مشاكل بتواجهه تمام التشتت، ان هو بيبقى مشتت بمعنى من كلام الناس بالنسبه لفي اكاديميات كتير جدا تمام. فاللي هو في اكاديميه دي كويسه لا روحها في دي كويسه، الفكره مش في الاكاديميه الكويسه، الفكره في مين اللي هيمرني التمرين نفسه، مين الكوتش بتاعي، مين الكوتشز اللي هم هيشرفوا عليا، مين الناس اللي هي تقدر توصلني لانديه او نادي كويس في مرحله قليله جدا تمام. بس عايز منك رساله اخيره للناس اللي ساعدتك ووقفت جنب منك. رساله اخيره للناس اللي ساعدتني ووقفت جنبي،
اول اتنين طبعا دول مختار واحمد، تمام، دول اعز اتنين عندي. في اصحابي بقى تقول لهم ايه؟ طيب تقول لهم ايه؟ انا بحب اشكرهم طبعا ان هم وقفوا كتير جنبي، مع انهم يعني وقفوا كتير جنبي تمام، وفي نفس الوقت ضغوطات عليا، اللي هو كل ما ادخل في شغل او مجال لا خليك. انت بتبعت لهم التحيه من هنا وبتشكرهم على وقوفهم جنبك؟ بشكرهم طبعا على وقوف جنبي، وفي لي اصدقاء طبعا حابب ان انا اشكرهم. يعني احنا مش الوقت البرنامج مش هيساعدنا ان احنا نشكر كل الناس، فرساله منك انك بتشكر كل الاصدقاء اللي دعموا اسلام خلال الفتره اللي فاتت. بالظبط، والناس اللي متابعاني، وشكرا على حسن استماعكم ليا. ربنا يخليك، احنا اتشرفنا بك يا كابتن اسلام، شرفتنا ان انا كنت موجود معاكم الوقت القليل ده، وان شاء الله باذن الله كلنا لقاءات ثانيه بعد كده اكتر واكتر باذن الله. شكرا كابتن ابراهيم. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج لمسه ولعبه. انتظرونا وحلقه جديده من برنامجكم لمسه ولعبه.